ونروح للسحب ونعطينا الدقائق عشان نبدأ السحب على الجائزة الثانية بقيمة 1000 ريال سعودي. أديهم نص دقيقة كذا إبراد كمان نحمسهم كمان. طيب نحمسهم. يلا باقي دقيقة. حلو يلا. الكنترول جهز بدقيقة كاملة معاكم على السؤال. ما هي روح إبراد روح. يلا. نهرية في العالم. الجائزة مقدمة من قناة إقراء الفضائية بقيمة 1000 ريال سعودي. يعني مفتوح لازم تحمسهم. ايوه قول لهم يشاركوا معنا يلا. في الهاشتاج معا في رمضان ثلاثة. حاولوا اللي جاوب مرة يجاوب مرتين وثلاثة عشان يفوز معنا. احنا بنحاول يلا 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 يعني اي احد يفوز معنا باي طريقة. 1000 ريال جائزتنا اهو. يلا يلا نختار باقي كم؟ لسه 20 ثانية يا مراد. لسه 20. يلا حدث حدث كمان مرة. 14. واللي منزل 13. صورنا والله في كثير ناس منزلنا صورنا على الهاشتاج. شكرا لكم. يعطيكم التيشيرتين اليوم مقدمين. ايوه صح انا صفرت. 6 يلا 5 4 3 2 1 0. طيب هذا هو مين؟ عثمان عبد الله. عثمان عبد الله مبروك. اشوف يتابعنا ولا لا. اذا ما متابعنا نقول له ومتابع ولا متابع. نشوف متابع عثمان. ايش قصتك عثمان؟ ايوه عثمان. متابع لقناه اقرا الفضائيه. سلام عليك عثمان عبد الله. الفوز بقيمه 1000 ريال سعودي والاجابه كانت بحيره او نهر فيكتوريا هي الاجابه الصحيحه. انا قلت له بس الممثله قلت له وانا اللي ايوه يعني ابو فتوح هو يعني المفروض ياخذ جزء من الجائزه بس خلاص انت بدك تعمل الشربه 200 اول وبسدحين 400 ايوه. الف مبروك عثمان عبد الله الفوز بجائزه بقيمه 1000 ريال سعودي.